هنعمل كمان جوس كده فواكه كده، الخوخ بالاناناس برضو لطيف جدا. عندنا خوخ مكعبات صغننه كده، دي بقى لو احنا طبوا علينا ضيوف فجاه وما عندناش حاجه وعايزين نقدم حاجه شكلها حلو. شربات الورد ده بيتجاب من اي سوبر ماركت، خلاص اهو بيتجاب من اي سوبر ماركت، حتى لو السوبر ماركت اللي جنب البيت الصغير. التلج ده بقى لو حطيناه ساعه قبل ما نقدمه الطعم لذيذ جدا. ده عصير اناناس، ده بقى المشروبات السريعه، ده عصير اناناس بدون سكر، خلاص يبقى عصير اناناس بدون سكر. شربات ورد، خوخ متقطع صغنن، تلج. طب لو مفيش خوخ، كيوي، فراوله، اي نوع فاكهه عندنا حتى لو موز هيليق معاه. خلاص هنسيبه كده شويه خلاص، ونبتدي ان احنا نحطه في كاسات. هسيبه كده عقبال ما ايه شربات الورد ده بيدي طعم للمشروب حلو قوي. ماشي، التلج ده لما نيجي نعمله يعني احنا ننقعها من غير تلج، خلاص التلج ده ساعه التقديم. انا بس نقعتها لكم كده كلها على بعض عشان هقدمها دلوقتي، بس خلي التلج ساعه التقديم عشان بس ما يحطش ميه زياده وتبقى النكهه مش مركزه. ده بقى عملنا ايه، حطينا شربات ورد مع خوخ متقطع مكعبات صغننه قوي مع حبه تلج وعصير اناناس بدون سكر. طيب ممكن كمان يليق عليه عصير برتقال، يليق عليه كمان عصير مانجا، هيبقى حلو قوي. يعني انا بقول لكم الحاجات اللي هتليق عليه وتبقى ظريفه. ماشي اهو كده، وكده خلصنا وصفات النهارده الصيفي الحلوه دي، اللي انا شايفه ان انا ايه بعمل لكم حاجات كده كلها خفيفه ومبهجه وسهله، وفي نفس الوقت ما تحسش بعد الاكل ان هي ايه يعني تقلتنا. خلاص